الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه على لسان سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الناس في كل مكان من أرض الله، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بفضل الله مع التلاوة. بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول أركان القراءة الصحيحة. احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه الفرق بين القراءة والرواية والطريق. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرح بالتفصيل معنى أركان القراءة الصحيحة. معنا ثلاثة أركان. أول ركن تواتر القراءة وصحة السند، دي أول ركن من أركان القراءة الصحيحة. وقلنا أركان القراءة الصحيحة يعني إيه؟ الشروط التي يجب أن تتوفر في القراءة حتى تكون القراءة قراءة صحيحة. أول شرط تواتر القراءة وصحة سندها. يعني إيه التواتر القراءة؟ يعني أن تكون القراءة يرويها جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. يعني يكون في جماعة نقلوا هذه القراءة مش واحد بس. ليه؟ لأن الواحد ممكن يغلط، ممكن ينسى. لا، إحنا بنعتمد في نقل القراءة على جماعة. سيدنا عبد الله بن عباس كان يسأل في الأمر الواحد 30 من الصحابة. تخيل، دي معنى الجمع، معنى التواتر، أن يروي القراءة جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم. يعني تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. دي أول ركن من أركان القراءة الصحيحة، أن تكون القراءة قراءة متواترة. وعرفنا عن إيه تواتر، يعني يرويها جمع مش واحد بس أو اتنين، لا جماعة. طيب، والشرط ده مهم جدا جدا جدا. تاني شرط أو تاني ركن، أن تكون القراءة موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا. يعني إيه؟ يعني حضرتك في سورة الفاتحة، بص كده في المصحف هتلاقي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ميم لام كاف. مش هتلاقي مالك، بس هتلاقي ألف كده صغيرة كده بعد الميم. دي بقى الرسم العثماني. الرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان، وأجمع الصحابة على خط هذا المصحف، قالوا ده هو القراءة، هو الرسم الصحيح. تمام. طيب، ولو احتمالا، يعني كلمة ملك تحتمل مالك وملك، ففي قراءة بتقول ملك يوم الدين وفي قراءة بتقول إيه مالك. أنا لو هقرأ بحفص هقول إيه؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دي قراءة صحيحة متواترة. ليه؟ موافقة للرسم العثماني. إزاي يا مولانا؟ مش موافقة ولا حاجة، ده مكتوب ملك مش مالك. أيوة، مكتوب ألف، يعني الكلمة دي تتحمل إن حضرتك تنطقها مالك وملك. عرفت يعني إيه؟ ولو احتمالا يعني اللفظ يحتمل. طيب، أنا لو هقرأ بورش أقول إيه؟ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ملكي قراءة صحيحة. ليه؟ عشان متواترة، نقلها جمع عن جمع، وموافقة للرسم الإيه؟ العثماني. أنا لو هقرأ بالسوسي الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، كده عرفنا يعني إيه؟ أن تكون القراءة موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا. طيب، إيه الركن الثالث؟ أن تكون القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه من الوجوه. طيب، حضرتك في قراءة بتقول إيه؟ ولا تسأل عن أصحاب الجميع الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، سورة البقرة. كل القراء السبعة بيقرأوا كده، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلا مين؟ إلا نافع. بيقول إيه؟
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله، والقراءتان صحيحتان. طب إيه الفرق يا مولان؟ لأن القراءتين متواترتين، اتنين موافقة لرسم العثماني، تلاتة موافقة للغة العربية. إزاي؟ ولا تسأل، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ده معنى إيه؟ لا هنا نافية، ولا تسألوا أي ملغاة، ولا تسألوا. طيب القراءة الأخرى بتاع نافع بتقول إيه؟ ولا تسأل، على اعتبار أن لا ناهية، ولا تسأل. طب اختلاف القراءات ده في فايدة يعني؟ أيوة في فايدة، كل قراءة لها معنى مغايرة للأخرى. طب إيه الفرق؟ ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، يعني يا رسول الله لست مسؤولا عن هذه المعاصي التي يرتكبونها. ليه؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طب القراءة الأخرى، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، معناها يا رسول الله لا تحزن ولا تغضب على هذه المعصية وعلى معاصيهم، أنت زعلان عليهم؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم. أنت رسول الله زعلان عشان إيه؟ عشان النبي عاوز يجعلهم يدخلوا في الإسلام وفي الدين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مثل هذه الآية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شفت القراءة دي بتقول إيه؟ والقراءة الأخرى بتقول إيه؟ عشان كده الإمام الشاطبي في الشاطبية بيقول إيه؟ وتسألوا ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا. كل القراء السبعة ما عدا نافع بيقرأوا ولا تسألوا، ما عدا نافع بيقول إيه؟ ولا تسأل برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. يبقى تاني كده باختصار شديد، أركان القراءة ثلاثة: واحد تواتر القراءة أو صحة سندها، اتنين أن تكون القراءة موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا، ثلاثة أن تكون القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه من الإيه؟ من الوجوه. طيب الإمام ابن الجزري لخص كل هذه في ثلاث أبيات، بسرعة كده نقولهم ثلاث أبيات: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فذلك الثلاثة، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. والآن نقرأ هذه الآيات من سورة الحجرات بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معنا أول اتصال بإذن الله سبحانه وتعالى، حبيبة من القليوبية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبة عاطف من القليوبية، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما على طول، إحداهما
على الأخرى يا حبيبة فقاتل يا التي حبيبة سمعني تبغي حتى تفاء إلى أمر يا أستاذة حبيبة الله، إلى أمر الله، فإن يا فاءت حبيبة طب فأصلحوا اسمعيني بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام يا حبيبي، عندي يعني شويه كده ملاحظات كبيره يعني، بس انت مش قادره تسمعيني ليه؟ لانك انت بتسمعيني من التلفزيون. طيب اول حاجه انت قلتيها يعني غلط، فاقتلوا بينهم، لا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دي اول حاجه. الامر الثاني فاصلحوا، انت مدتيها مفيش مد، فاصلحوا بينهم على طول مفيش مد. طيب فان فاءت مفيش، انت ما انتش اخفاء، هي فان فاءت تمام كده. برضك في يعني خطأ في التشكيل، إنما المؤمنون إخوة، أنت قلت إخوة أو إخوة مع يعني مش متذكر، بس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله، معنا أول اتصال من ليلى الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى على الأخرى على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. 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 أيوة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله، الهاء مرققة خلي بالك، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون لا، إنما المؤ يا ليلى. نعم. إنما المؤ بين السكون. حاضر. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. والتاء مش طاء، واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. تر نفس الحكاية، الراء ساكنة، ترحمون. ترحمون. بارك الله فيك يا حاجة ليلى، ما شاء الله قراءة يعني طيبة والله. معنا أسماء من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من لا، المد المتصل اللي انت ناقصتيه ليه يا حاجة أسماء؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلي، اللام مكسورة، فأصلحوا. فأصلحوا بينهما. أيوة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي. ما تمديش في الأخرى دي يا حاجة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا.
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء، ما مدتيش ليه؟ حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. مفيش مد في كلمة فأصلحوا يا حاجة أسماء، فأصلحوا على طول. فأصلحوا بينهما بالعدل. أيوة. فأصلحوا بينهما بالعدل. بينهما المد الطبيعي، أنت نسيتيه. بينهما بالعدل وأقسطوا. وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. المق زيها بالظبط، انقلقل القاف. المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. تاني يا حاجة أسماء، تاني. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة فأصلحوا، إخفاء حقيقي. لما تلاقي تنوين يا حاجة أسماء وبعده فاء، تعرف ان دي اخفاء حقيقي. اخوة فاصلحوا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما تقوليش الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك. معنا زينب من القاهرة. يا زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لا، أوصليهم أحسن، أوصل الجملتين أفضل يا حاجة زينب. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما تاخديش نفسك وانت بتقرأي، دي اسمها ايه؟ سرقة نفس، ده ممنوع إلا في السكت، وحتى السكت مفيش نفس، يعني السكت بلا تنفس. لو هتقرأ الخلف عن حمزة وتسكت على الهمزات، لا مفيش نفس، والسكت بلا تنفسي. طيب، فما ينفعش حضرتك تتنفسي وانت بتقرأي، تسرقي نفس يعني. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يا زينب، فإن فاءت. تمام. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أوصليهم بقى. إن الله يحب المقسطين. اوصلي، اوصلي افضل. فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، وقفي عليها. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك. معنا فدا من إسماعيلية. السلام عليكم. عليكم السلام وحكايته يا حاجة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن فأصلحوا إيه؟ بينهما، مثنى. بينهما فإن فاءت إحداهما على الأخرى، فإن بغت إحداهما على مش بغى، الأخرى. مش بغى، فإن الباء مرققة يا حجة والغين مفخمة، فإن باغت، باغت. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق، لا حتى تفيء، أي ترجع، حتى حتى تفيء. تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، بالعدل، بالعدل وأقسطوا. بس يا حاجة ما تقوليش بالعدل وتحط ياء، هي بس كسرة، لام كسرة، لي بالعدل وأقسطوا، بالعدل وأقسطوا. نعم. إن الله يحب المقسطين. المق، لا المق، 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 المقسطين. بس ما تسكتيش كده يعني، يعني ما تتكلفيش. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. لا المقسطين، المقسطين. اتدربي عليها بقى يا حاجة، بس هي ايه محتاجة تقلقلي الحرف القاف. معلش يا شيخ انا مش بعرف اطبق احكام الحرف. لا ان شاء الله هتعرفي واحدة واحدة، والانسان بيتعلم من التكرار. نعم عندي 64 سنة يعني بحاول يعني. لا عادي ان شاء الله، يعني ربنا يبارك في عمرك. العلم لا يعرف النقطة الأخيرة، طول ما الانسان عايش بيتعلم، واحنا بنساعدك وقناة الناس بتساعدك. الله يصلح حالك يا رب. ماشي يا شيخ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله إن واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك وحفظك. معنا زينب من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين، طائفتان يا زينب، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. لا أقفي على الوقف، فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا أصليها مع بعض، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم لا ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا زينب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله. معنا أول اتصال من أمال القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضلي يا حجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. لا ممنوع ناخد نفس وإحنا أثناء القراءة، دي ممنوع قولا واحدا. حتى السكت بلا تنفس. عارف فهماني ولا مش فهماني؟ فهم.
فاهمه، بس هو النفس بيقطع غصب. طيب بيقطع غصب بنعمل ايه بقى؟ يعني نقف على اقرب معنى، يعني ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. اقف عليه كده، واقف كويس اهو على اخر حاجه نفسي اهو، وارجع تاني ابدا قبلها بكلمه او كلمتين، فاصلحوا بينهما. واقف كمل تاني، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا. واقف وارجع تاني، فقاتلوا، وكمل وهكذا كده. فهمتني؟ ايوه يا فندم. اه بس ما ينفعش يا استاذه يعني اسرق نفس كده وانا بقرا. فاصلحوا واعمل كده، لا ممنوع. ما انا عارفه بس والله بيبقى غاز يا فضيله الشيخ. طيب ماشي ماشي يا استاذه. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. دي نفس الحكايه، خلي بالك. حتى، طب اعمل ايه يا مولانا؟ مش قادر، نفسي قصير. اقفي على حتى وارجع تاني اقول حتى تفيء الى امر الله. هي يعني المشكله حضرتك انا ما بقاش عارفه ايه الوقف يعني الحسن والوقف لا اقفي على، لما تحس ان نفسك خلاص هينقطع اقفي على على, على اي حاجه. دي اسمها ايه؟ وقف اضطراري. اي كلمه تقابلك اقفي عليه، دي وقف اضطراري غصب عنك، وارجعي قبلها بشويه. انا بديك كده، بديك تدريب سريع على كيفيه الوقف وازاي انظم نفسي وانا بقرا حتى لو نفسي قصير. تخيلي لو كلمتين بكلمتين. خلاص حاضر. حتى تفيء الى امر الله، فان ساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إيه رأيك كده بقى، صح كده ولا غلط؟ لا كده الوقف اللي أنا وقفت عند اتقوا الله كده مظبوط صح؟ كده كويس كده، ربنا يحفظك يا رب. تمام، دي المطلوب. معنا جهام من قليوبية. أستاذة جيهان لو سمحتي اقفلي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان تسمعيني بس. وطي التلفزيون خالص، وطيه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا وصليها بقى أحسن يا جيهان، وصليها أحسن. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. لا أنت وصلتي بقى، أنت لما تقفي تقولي إيه؟ إخوة. طب أنا هوصل أقول إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لا أخويكم واتقوا، دي إيه؟ إظهار شفوي. أخويكم واتقوا، ما تقوليش أخويكم واتقوا، دي ممنوع. أخويكم واتقوا. أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام. يبقى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتقوا الله لعلكم ترحمون. معنا سهام من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا حاجة سهام، قراءة يعني متقنة وجميلة. معنا مباركة من القليوبية، تفضلي يا مباركة. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان، لا فين الإخفاء بقى يا حاجة مباركة؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يا حاجة مباركة، اسمحي لي أقول لك حاجة، معلومة. اتفضل. الغنة عندنا في التجويد بتتبع ما بعدها، لو بعدها حرف مفخم لازم نفخم الغنة. أيوة. طيب لو بعدها حرف مرقق نعمل ايه؟ هنرقق الغنة. طيب النون هنا بعدها حرف ايه؟ مفخم. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو الطاء. يبقى نعمل ايه في الغنة؟ هنفخم. يعني اقولها ازاي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. من المو بين الهمزة عشان محدش يحسبك بتقرأي لورش. من المؤمنين. لا من المؤمنين. من المؤمنين اقتتلوا. أيوة. اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما بغت. فإن بغت إحداهما. لا مش بغى، الغين حرف مفخم وانت عارفة. فإن بغت إحداهما. لا انت بتقولي بغت صح؟ هي بغى بغى بغت بغى. فإن بغت. أيوه جميل والله كده كويس جدا. إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا. أيوة. إن الله يحب المقسطين. الحاجة مباركة الياء. أيوة. مضمومة. الإشكال عندك اللي أنت الكسرة دي بتختلسيها. يحب يعني كسرة جاية بين ضمتين، دي المشكلة. أي. إن حاجة مكسورة جاية بين ضمة وضمة. يحبوا. إن الله يحب المقتدين. طب اتدربي عليها بقى. يحبوا. صح دي صح. إن الله يحب المقتدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا.
فأصلحوا بين مش فآه، أخويكم. مش فآه، فآه. فأصلحوا. أنت رققت الهمزة ورققت الصاد بعديها. فأصلحوا. فأصلحوا. صح؟ فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا حجة مباركة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله. معنا أول اتصال من سفيان الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي أوصلها أفضل يا سفيان. أوصلها أفضل، أوصلها. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، لأني عندي فعل الشرط وجواب الشرط، أنت فصلت فعل الشرط عن جواب الشرط. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا، أوصلها بقى. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وقف عليه. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا سفيان. معنا فاطمة من أسيوط. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لا، أوصليها أفضل يا أستاذة فاطمة. وإن طائفتان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا، فأصلحوا بينهما، ارجعي تاني شوية. فأصلحوا بينهما بالعدل. بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا فاطمة. والأفضل أن تلتزمي بالوقف الذي في المصحف. التزمي بوقف المصحف. معنا أحمد بن البحيرة. أستاذ أحمد. نعم. اسمعنا من التليفون يا أستاذ أحمد، تفضل. رجاء اسمعنا من التليفون. يبدو أن الاتصال انقطع. معنا الآن الحاجة نعمة من القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا، من المؤمنين اقتتلوا. من المؤمنين اقتتلوا. 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 فأصلحوا بينهما
فإن ضغت إحداهما على الأخرى فإن ضغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. إن المد الطبيعي حقه يا حجة نعمة. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. بينهما بالعدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا حاجة نعمة. إنما المؤمنون إخوة. نفسي بيتقطع على طول. لا تقولي إزاي بقى يا حاجة نعمة؟ نعم. ممكن تقوليها ورايا؟ ماشي حاضر. هديكي دلوقتي تدريب عملي على الوقف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. تمام كده؟ نعم. ونقول إيه تاني؟ نرجع تاني. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ونرجع تاني. نرجع تاني. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا حاجة نعمة. معنا منصور من الجيزة. أبدأ. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا أستاذ منصور. من خلال هذه القراءات اللي احنا سمعناها مع بعض يعني في أقل من نصف دقيقة بإذن الله أنا عاوز أوريكم الأخطاء الشائعة في هذه القراءة. واحد الغنة لما يكون بعدها حرف مفخم لازم نفخم الغنة نقول إيه وإن طائفتان. الخطأ الشاسع الثاني اللي هو منتشر أخذ النفس أثناء القراءة ده ممنوع. حتى في أثناء السكت ما ينفعش أتنفس لازم أنظم نفسي وأرجع تاني حتى تكتمل الجملة. الأمر الثالث الترفخيم والترقيق يعني أمر الله ما قولش أمر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وبهذا القدر نكون قد وصلنا بحضراتكم بفضل الله إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم أمين. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.